السلام عليكم. النهاردة إن شاء الله هنكمل الجزء الثالث من الديرماتوزيس اوف بريجننسي، وكنا اتكلمنا قبل كده عن الفيسيولوجيك او دي نورمال سكين تشينجز ديورينج بريجننسي، وبعدين اتكلمنا في الجزء الثاني على الاميون سيستم تشينجز وما يترتب عليها من انفكشنز ممكن تحصل during pregnancy. النهارده هنتكلم عن الجزء الثالث وهو the autoimmune skin diseases during pregnancy. ايه التغيرات اللي ممكن تكون بتحصل وقت الحمل في واحده عندها autoimmune skin disorder، او ان في بعض ال autoimmune skin disorders بنشوفها اكتر كمان أثناء الحمل، أو بتبقى more severe or more exacerbated during pregnancy and how to manage. أول حاجة وأشهر حاجة أكيد بالنسبة لنا هو الـ systemic lupus or the SLE. كتير جدا هنبقى قاعدين في المستشفى ونلاقي جاينا request for consultation من عيادة أو من قسم النساء، واحدة حامل ومحجوزة وعندها بريجننت وعندها لوبوس ومدخلينها عشان بدأ يحصل لها شوية مشاكل في الحمل نتيجة وجود اللوبوس. وكمان من الحالات اللي بتبقى واضحة جدا وبيشوفوها بسهولة وبالتالي بيطلبوا رأينا how to manage، ان كل السكين مانيفستيشنز بتبقى اوضح جدا أو more severe. فعلا لو واحدة عندها systemic lupus عندها الذئبة الحمراء وأثناء الحمل كمان متوقع جدا بنسبة 60% أن يحصل لها flare. يبقى ده حاجة مفروض تكون متخطط ليها، ان لو واحدة عندها لوبس وعايزة تبقى حامل اوكي ما فيش مشكلة، لكن تبقى في ملاحظة قريبة، لان في نسبة عالية جدا 60% دي برسنتج كبيرة ان ممكن يحصل لها exacerbation of the lupus. وليه احنا غالبا اللي بتجينا البيشنت او بتتحول علينا، ان الفلير ده غالبا بيبقى على مستوى الجلد اكتر من انه على مستوى الـ other systemic manifestations of lupus. غالبا بتبقى cutaneous flare زي ما احنا شايفين اشهر حاجات عندنا في اللوبوس the systemic المالر rash والphotosensitivity و من الحاجات اللي اكيد هنضطر ان احنا نستخدمها لعيانه السيستميك لوبوس هو الكورتيكوستيرويدز. طيب انا بتكلم دلوقتي واحده عندها اس ال اي اند شي از بريجننت، اقدر اديها؟ يس، اتفقنا ان وين انديكيتد اقدر ادي الكورتيكوستيرويدز و ما اقلقش طالما ان انا مضطر وفي حاجه ان انا استخدم الكورتيكوستيرويدز سيستميكلي. لكن بيقول لك ان للاسف لو كان استخدام الكورتيكوستيرويدز بهدف ان هو to prevent the expected flare، لا ما اقدرش اعتمد على كده. لكن اذا حصل فعلا exacerbation of the manifestations وبدات تدخل في activity، اوكي اقدر to control the lupus activity during pregnancy ان انا ادي oral steroids. طيب قبل كده اتكلمنا عن الانتي فوسفوليبيد سيندروم، وقلنا خلي بالك لان دي من الحاجات المهمه جدا during pregnancy واللي لها علاقه بمجموعه من الكونكتيف تيشو ديسوردرز ومنها الاس ال اي. فلو في ريسك عندنا هتكون اكبر حاجه نخاف منها هي ان تدخل البيشنت في دي بي تي زي ما انتم عارفين، او هناخد بعد كده باستفاضه ان the anti phospholipid syndrome ممكن تكون primary وممكن تكون secondary، يعني ممكن تكون in association with other disorders منها السيستميك لوبس. فالريسك الكبيره اللي نخاف منها اكيد هي انها تدخل في deep venous thrombosis. طيب ايه الهازاردز او الريسك اللي نخاف منها؟ طبعا دي هتخص اكتر الزملاء في
النساء، ان الاوتكم بتاع البريجننسي ده ممكن يتاثر نتيجه دخول المريضه في فلير ديورينج بريجننسي، ممكن يحصل لها ايفن من الاول ابورشن وما يكملش خالص البيبي، او يحصل لها فيتال لاس اور انتراترين جروث ريتارديشن، تدخل في بري كلامسي، يعني ده ريسكي كيس اوف بريجننت فيميل لو عندها لوبس. طب انا ده ممكن ما يهمنيش او مش تخصصي، ايه اللي يهمني؟ يهمني اعرف كويس جدا قصه النيونيتال لوبس. نيونيتال لوبس، ايه قصه النيونيتال لوبس؟ النيونيتال لوبس كتير ممكن نشوف الحالات دي وتبقى مازد، وفي حاله شفناها فعلا وللاسف ما تشخصتش فعلا من الاول على انها نيونيتال لوبس. خلي بالك كمان انت معتمد انك تاخد هيستوري كويس، وانك تكون مثلا شفت البيشنت ديورينج بريجننسي وعارف ان هي عندها لوبس، او البيشنت نفسها عارفه ان هي عندها لوبس. ساعات الهيستوري بيبقى مسليدنج كتير جدا، وده ما بيساعدناش. ليه لازم ابقى عارف كويس جدا ان نيونيتال لوبس 30% 30%، 30% دي نسبة برضو مش قليلة، من الستات الحوامل اللي عندهم لوبس بيبقى عندهم انتي رو انتي بوديز، ودول اللي ممكن يحصل ان اطفالهم يدخلوا في نيونيتال لوبس. طيب اكتر في الناس اللي عندهم سبكوتينيوس سب اكيوت كوتينيوس لوبس او في الجاجرين سيندروم. دي انتي بوديز، الانتي رو انتي بوديز دي كان كروس ذا بلاسينتا، وده ما عادت البلاسينتا اي انتي بودي في اي اميون ميديتد ديس اوردر عنده القدره ان هو يكروس تو كروس ذا بلاسينتا، اكيد هيبقى في ريسك على البيبي. الانتي بوديز اللي ما تقدرش انها تعدي خلاص كده كل المشاكل على الام، لكن دلوقتي عندي الام نفسها هي عندها لوبوس وعندها نوع من الانتي بوديز عنده القدره انه يخترق البلاسينتا وبيقدر يعدي للفيتوس وبيعمل مشاكل كبيره جدا، منها حاجات للاسف بيرمننت. شايفين الشكل المميز ده جدا للراش النيونيتال ال اي، شكل الراكون ايز، او دي زي ما يكون البيبي لابس نظاره كده، الطفل المثقف ده يا عيني لا مثقف ولا نيله، ده يا عيني عنده مشكله كبيره جدا. عنده ايه؟ عنده انه بالاضافه للسكين راش اللي شفناه، وبيتميز دايما انه بيبقى كونسنتريتد قوي وفوكست في الديستريبيوشن بتاعه على منطقه البيري اوريكولار ريجن، ان كمان بيبقى يظهر في منطقه الهيد اند سكالب انيولار سكيلي ايربشن. ممكن تشوفه تقول شبه الروزية، شبه التينيا سيرسيناتا انيولار اند سكيلي، لكن كده يعني بالاكسكلوجن على الاقل، يعني مش من السهل ان الطفل يكون لسه مولود ويعني حظه التعس ان يجيله على طول روزية او يبقى فيه فونجل انفكشن. لا، ده دي حاجه هتشوفها افتر دليفري 1 اور 2 ويكس افتر دليفري، يبدا يظهر مالتيبل انيولار سكيلي ليجنز اكتر مكان في منطقه الهيد، وكمان في الفيس بتاخد ديستريبيوشن مميز جدا around the eyes. وده يدخلنا لسؤال مهم نبقى نتكلم عليه بعد كده، differential diagnosis of periauricular lesions، ايه السكين disorders اللي غالبا بتأثر على المنطقة الperiauricular. the rash will disappear. يا سلام، يعني انا حتى اديتها treatment للcutaneous راش ده او ما اديتش، الفيت الطبيعي انه يختفي كويس خالص. ايه المشكله؟ المشكله اللي احنا خايفين منها ان يدخل في كاردياك مانيفيستيشنز، وهو غالبا لازم بيكون في معاها هارت بلوك. المشكله انها بيرمننت هارت بلوك، لأن بيكون حصل انتراتراين نوع من الفايبروزس للكوندكتنج سيستم، وخلاص الطفل ده permanently will suffer from a congenital heart block.
20% of the affected babies للأسف للأسف will die. لو ما قدرناش نشخص الحالة كويس ونربط كده المانفستيشنز مع بعضها مع الهيستوري بتاع الأم مع الانفستيجيشن ممكن أدور على الأنتي بوديز، الطفل ده لو ما تركبلوش بيس ميكر للأسف will not survive. محتاجة تشخيص. خلينا نشوف الحالة اللي بحكي لكم عليها. شايفين الطفلة دي شفتها مرتين، شفتها مرة وهي لسه مولودة وكانت الأم محجوزة في اسم النساء، كان عندها شوية complications وكانت والدة سيزيريان، واللي جاب لنا الطفل حقيقي كان الأب ومعاه طبعا لفيف من الريلاتيفز، وجايين بالطفلة لأن اتولدت الطفلة عندها مشاكل كبيرة جدا واضحة في الجلد فالناس قلقت. دي أول مرة. تاني مرة بقى في الصورة اللي انتوا شايفينها دي تاني مرة شفناها فيها، كانت كبرت وعندها 4 سنين. جاية المرة دي الأم والأب بيدوروا على حل للبيري أوربيتال بيجمنتيشن أو الفيشل بيجمنتيشن الموجودة، وكان السكين لوكس إلى حد ما أتروفيك. دي لو قربنا شايفين قد إيه في ويل ديفاين بيري أوربيتال بيجمنتيشن، وإلى حد ما السكين لوكس إن هو ثين and atrophic. دي كانت تاني مرة. أما أول مرة لما شفناها للأسف ما قدرناش إن إحنا نشخص الحالة صح. دي الطفلة لحظة الولادة بعد ما اتولدت على طول immediately جابوها وجم يجروا. طبعا لو حد ولد طفل بالشكل ده أكيد هيكون في قلق كبير عند الأسرة. اول ما جت كان الليجن شكله مختلف، كان في زي ما انتم شايفين مالتول اريثيميتوس واتروفيك ليجنز، بعضهم عليهم كراستيشن زي الجزء اللي اراوند ذا ايز او عند البيري اورال ريجن. لو قربنا شويه كمان بنشوف تلانجكتيزيا، لكن خلي بالكم قد ايه الراش او الليجنز مركزه اراوند ذا اي بيري اوربيتال. دي نقطه مهمه. طيب ادي منظر تاني، شايفين الاتروفيك ليجنز داخله لجوه ازاي، وشايفين اراوند ذا اي دي عامله زي ما يكون الطفل لابس نظاره. تلانجكتيزيا واضحه جدا في الفيس، وكمان عندي في منطقه الاوريكلز الليجن او طالع كمان عندنا على السكال. دي بقى الام لما شفناها وقدرت انها تيجي. الام للاسف الهيستوري بتاعها ما كانش مظبوط قوي، يعني بتديك الهيستوري فيج ان هي عندها روماتيزم، كلمة يعني مستهلكة جدا في المجتمع بتاعنا ولا تدلك على شيء محدد. الروماتيزم دي بتتقال على اي تعب في المفاصل، اي وجع في العظم، اي حاجة اسمها روماتيزم وخلاص. طيب لكن الام حقيقي كان عندها ارتيكاريال فاسكولايتس، الليجنز دي ارتيكيتد لكن شايفين اللون الداسكي ده، وكمان لما الليجنز دي بتظهر ما بتختفيش خلال 24 ساعه، ودي من الكرايتيريا للارتيكاريال فاسكولايتس. كمان ما بتروحش وتسيب الجلد كده بشكل طبيعي، لا بتعلم مكانها وبتسيب بيجمنتيشن، وما هياش اتشي زي ما هو متوقع جدا من الارتيكاريال، اتش از فيري مايلد، هي غالبا بينفول. So ده الكلاسيك presentation of urticarial vasculitis. كمان عندها recurrent arthritis والكلام ده بقاله سنين. فلما عملنا investigations اكتشفنا انها typical lupus، وان البيبي كان اللي عندها ده neonatal lupus. و مفروض زي ما قلنا ان السكين راش في النيونيتال لوبوس بيروح من غير ما بيسيب اي بوست بيجمنتيشن اور سكارينج، لكن في الحاله دي صراحه the involvement of the skin was very aggressive وكان سايب لنا prominent pigmentation اكتر من السكارينج. ودي البيبي at the first presentation immediately after birth and after 4 years، حتى بعد ما عدى 4 سنين. وده مش من الكومن presentation، ده يعتبر من الحالات الـ unexpected انها تسيب بوست، لكن حصل فعلا وكانت ماست في الاول. شايفين
شايفين قد ايه البيجمنتيشن سايبه لك ذكرى كده حوالين العين عشان تفكرك. خلي بالك ان واحده من السكين ديس اوردرز ذات كان افكت ذا بيري اوربيتال ريجن از نيونيتال لوبس. ايه تاني اوتو اميون ديس اوردر ممكن يمثل لنا مشكله اثناء الحمل؟ مجموعه البنفيجس، بنفيجس فالجاريس اند فولياسيس، الاثنين للأسف ممكن تزيد المشكلة على المريضة على الأم أثناء البريجنسي، يحصل نوع من الفلير. والأنتي بوديز في حالة البنفيجس من النوع that can cross the placenta، وبالتالي ممكن يتولد الطفل والبيبي ويكون عنده blisters موجودة في السكن. في حاجة مختلفة في تكوين الفيتال سكن ان الديسموغلاين 3 موجود في الجلد في مرحلة الفيتال بيريود، ومفروض انه بيختفي بعد كده ويبقى موجود جاست في الميكوزا. فالاطفال عندهم او البيبيز انسايد ذا يوترس ذا فيتس عنده ديسموغلاين 3 ان ذا سكن as adult oral mucosa، ده مفروض في الادلت موجود عندنا بس في الميكوزا. فعشان كده الاطفال دول لما بيتولدوا ممكن تلاقي عندهم oral and cutaneous blistering، مش بس حتى لو كان في اختلاف، لكن لانه بيبدا المشكله اثناء البريجنسي. والله ما شفناش الصراحه مشاكل من قصه البنفيجس او في الاوتكم، يعني يعتبر ارحم من اللوبس. ممكن الطفل يتولد عادي جدا وما يكونش فيه مشكله، ممكن تكون ترانزينت بليسترز والامور تبقى كويسه وتعدي خالص. نادرا لما بيحصل مشاكل يكون فيها باد اوتكم از ستيل بيرث اور ايفن ابورشن. في العلاج غالبا كل الاوتو اميون ديس اوردرز ما عنديش مشكله اذا كنت محتاج وفعلا في فلير ان انا ادي الاورال بريدنيزولون، يعتبر دايما هو الفيرست لاين. مهما كان له سايد افكتس فهو اقل من ادويه تانية كتير اثناء الحمل، ومهما كان الناس بتخاف من كلمه كورتيزون، هو في الوضع ده هيكون هو امن لاين وذا فيرست لاين تو ستارت وذ. طيب سكند لاين ممكن استخدم حاجه زي الازاثيوبرين، واخر حاجه خالص بتكون البلازما اكسشينج اند بلازما فريسز. من الكونكتيف تيشو ديس اوردرز الثانيه بسرعه كده واقل اهميه مش هنشوفها كتير، حاجه زي الايهلر دانوس سيندروم. فاكرين اما تيجوا تذاكروها هتلاقوا ان في عندنا ديفرنت تايبس. في نوع مميز جدا بالاضافه لتايب 1 هو الكلاسيك تايب، في نوع اسمه دي فاسكولار تايب. فاسكولار تايب از تايب 4، وده في مشاكل كبيره جدا فيتال ممكن تموت البيشنت بتاعتك. يعني ممكن يحصل لها لو واحده عندها ايهلر دانوس سيندروم اوف تايب 1 اور تايب 4، يا اما الكلاسيك تايب which is تايب 1 اور تايب 4 از دي فاسكولار تايب. الاثنين إذا كان في pregnancy ممكن يحصل لها severe bleeding during pregnancy, even uterine laceration and rupture wound dehiscence. يعني عارفين إن إحنا مشكلتنا الأساسية مع الإهلر دانوس في مشكلة في الwound healing والskin elasticity، مش بس في السكين ده كمان بتبقى في بعض blood vessels. الناس دي ممكن تحصل لها uncontrolled bleeding during pregnancy. برضو من الكونكتيف تيشو ديس اوردرز اللي لها فاسكولار اسوسيشنز ذا سودوزانثوما الاستيكم، معروف ان لها ريسك على الكارديوفاسكولار، كمان ميجور جي اي تي بليدنج كان اوكير ديورينج بريجننسي. ده عشان يفكرنا بالايهلر دانوس سيندروم تايب 4 اللي هو الفاسكولار تايب، وان ده زي قنبله موقوته موجوده خاصه فيما يخص فيميل بيشنتس اللي ممكن يتعرضوا لسيفير ان كنترول بليدنج ديورينج بريجننسي.
طيب هل في سكين تيومرز بتحصل اكتر وقت الحمل او ممكن يكون في عندي سبيشال كونسيدريشن؟ يا سلام، ده مالجنت ميلانوما اللي هي بتمثل هلع ورعب لاغلب الدول الاوروبيه وفي امريكا. دي تعتبر من الكومن مالجنسز ديورينج بريجننسي. اكشوالي ذا فورس commonest cancer during pregnancy is malignant melanoma. In general احنا ما بنشوفش ميلانوما كتير لكن هي موجودة، وبشكل عام هي من الحاجات المتوقع انها ممكن كتيومر to care during pregnancy، هي بتاخد الترتيب الرابع على مستوى التيومرز during pregnancy. طيب follow up of any pigmented lesions في ال normal physiologic changes، قلنا ان اي pigmented nevi or melanocytic nevi ممكن انها تزيد في ال number او في ال pigmentation or in the size during pregnancy. لكن لو في اي abnormal change or suspicious change، من السهل جدا to apply dermoscopy على الاقل to suggest or to rule in or rule out the possibility of malignant melanoma. لو انا شكيت في lesion انه looks انه not really benign، حط الدرموسكوب، ودي تعتبر خطوه سهله ما فيهاش مشكله، انا متوقع ان يكون عندي احتمال. تاني حاجه غير انه common during pregnancy ممكن تحصل المالجنت ميلانوما، انها من التيومرز that can cross the placenta can have metastasis to the intrauterine fetus transplacental metastasis. فده من الحاجات اللي بتحصل مع المالجنت ميلانوما in advanced cases. طيب ايه تاني ممكن immune mediated or inflammatory skin disorders to consider during pregnancy؟ فاكرين لما قلت لكم ان عندي في الimmune system Th1 نايم مبعافية وال Th2 dominant مسيطر اخر سيطرة، وقلنا ان المتوقع ان Th1 mediated disorders تكون اهدى واقل in severity during pregnancy، ولكن احنا عارفين ان دايما في اكسبشن. يعني السورايسيس بشكل عام مفروض انها تتحسن، لكن حقيقي مش دايما دي بتكون القاعده، لان انا عندي ناس ممكن يحصل لهم فلير ديورينج بريجننسي. مش كده وبس، ده في كمان سبيشال تايب من السورايسيس اسمها generalized posterior psoriasis of pregnancy، يعني psoriasis اللي بتحصل للحوامل. يعني ممكن قوي يحصل different form of psoriasis during pregnancy اللي بنسميه impetigo herpetiforms. ودي من البوستلر psoriasis من الحاجات اللي لازم اعالجها واهتم بيها جدا عشان لها complications كتير. ومميز للpostular psoriasis during pregnancy أو الimpetigo herpetiformis إن الـ superficial tiny pustules with a background of erythema to involve the peri-umbilical region، وكمان ممكن يكون معاها systemic manifestations. للأسف إنها ممكن to recur with subsequent pregnancies. شايفين superficial very tiny pustules وفي background of erythema، كاركترستيك سايت ليها البيري امبيريكال ريجن وكل الفليكشرز، وكمان ممكن تبقى فيري جنرالايزد. وزي ما انتم شايفين مثلا في الصوره الاخيره ان في بيشنت ادميتد، لان ممكن يكون في كالسيوم ابنورماليتيز وفيفر وكل الميتابوليك تشينجز اللي بنقراها مع استرايسيس بتبقى اكتر مع الباستيولر فورم، كمان في واحده بريجننت هتبقى اكتر واكتر. انا لو اقدر الكيس according to severity first line ممكن ادي just topical corticosteroids، لكن second line ما عنديش اي مشكله ان انا استخدم the narrow band or the broad band UVB it's safe. خلينا هنا في psoriasis الستيرويدز في الاخر، عارفين احنا عندنا controversy كبير جدا مع استخدام الستيرويدز في generalized psoriasis بشكل عام، وان ممكن يحصل فلير منها او من توقفها. الغريبة بالنسبة لنا ان السايكلوسبورين بالرغم ان هو immune suppressive ودواء قوي جدا لانه ممكن يستخدم، لكن هفكر فيه as a third option.
وحتى the biologics في مجموعة منهم أقدر أحاول بيها أثناء البريجنسي، لكن أكيد بعد ما أجرب الأول the first or the second line إذا ما فيش response أو إذا ما فيش فرصة أن أنا أستخدمهم فأنا أقدر أستخدم even some biologics زي the infliximab والإتانورسبت. It's safe لكن بتيجي في third option. حب الشباب بقى والحمل ده سيناريو اللي بتشوفوه كتير، ان البيشنت تيجي في العياده يا عيني صعبان عليها شكلها، الدنيا كلها عماله تبوظ منها غير الفيسيولوجيك تشينجز اللي حصلت في الجلد واللخبطه الكتير والبيجمنتيشن والستريتش ماركس والفاريكوز فين، اتشويت من كل الاماكن الصراحه، ما كانش باقي غير وشها، احنا يعني بوظنا شعرها بوظنا ضوافرها بوظنا جلدها في كل حته كان باقي الفيس، لا عادي تبوظه برده، يا ممكن يجي لها قوي قوي اكني او لو عندها شويه اكني قبل البريجننسي يزيد المشكلة، لأن sebaceous gland activity is more active during pregnancy نتيجة الهرمونال changes زي ما قلنا قبل كده. ده الغالب، يعني نادرا بنشوف واحدة بتتحسن الصراحة، لكن الغالب إن يحصل exacerbation. طيب اوعى اوعى خالص خالص تستخدم retinoids please please during pregnancy حتى لو واحدة عندها أكني، أكيد السيستميك جريمة إنك تديها، التوبيكال أغلبهم عليهم كونترا إنديكيشن، وممكن يكون في نوع منهم ممكن، لكن إن جنرال أنا عندي alternatives تانية مور سيف. ولازم تفهم البيشنت إن اللي بيحصل ده شيء أو الإكسيربيشن أو الفلير أو ظهور الأكني دلوقتي وما كانش عندك، إن ده وضع مؤقت وإن ده عشان الهرمونز وعشان التغيرات اللي بتحصل، ومن مصلحة البيبي إن إحنا to avoid إن إحنا ندي aggressive treatments، لكن إذا استمر الموضوع بعد كده هو غالبا هيتحسن، وإذا احتاجنا ممكن بعد كده يكون في فرصة أفضل لاستخدام بعض الأدوية، لكن دلوقتي مش هتقول لها برضو مفيش اي علاج، لا actually انا اقدر ادي حاجة to keep the patient يعني satisfied لحد ما تعدي مرحلة الحمل وتبقى في نفس الوقت ادوية امنة مفيش مشكلة. طيب من الحاجات اللي ممكن نستخدمها هو الاريثروميسين او الازيثروميسين، لكن يفضل بعد الفيرست تريمستر. سيفير أكني زي الأكني كونغلوباتا ممكن بالإضافة للأنتيبيوتكس to give corticosteroids، لكن أوعى خالص تستخدم حاجة زي الأيزوتريتينين ممنوع نهائيا. الأكني ممكن يجي بدل ما يجي للأم يجي للبيبي، تيجي تولد وكل اللي يجي يبارك لها ايه ده اللي في وش البيبي بتاعك ده، ايه ده العيل جايبين عيل شكله عامل كده ليه مش هضم طالع له حبوب، ايه اللي طالع في وشه ده استغفر الله العظيم، تسمع كومنتات سيئة جدا من كل اللي جايين يباركوا لها. طبعا طبعا انتوا عارفين ان في ناس يعني مش محتاجة توصية، لكن هو زي ما انتوا عارفين ان ممكن جزء من الهرمونز تتنقل للبيبي during pregnancy، وده بيبقى شيء مؤقت passive transfer، ومع الوقت بيبدأ الأمور انها تتحسن it's a transient eruption وغالبا ما بيحتاجش اي treatment، لكن طبعا لازم تفهم الكلام ده للأم او لازم تفرقه من other important neonatal skin rashes. الروزيشيا للأسف برضو بتزيد في الشدة during pregnancy، وغالبا المريضة بتحتاج انها تاخد حاجة systemic، وأسوأ نوع هو الروزيشيا فالمينانس it's very severe وممكن يكون معاها even cystic swelling and multiple sinuses، وبتحتاج زي ما قلنا في السيفير فورم من الأكني أنا ما عنديش options دلوقتي أستخدمها غير من مجموعة الأنتيبيوتكس حاجة زي الإريثروميسين، وأفضل أن أبدأه بعد الثيرست تريمستر، ولو في الأكني كونغلوباتا سيفير أكني فالمينانس أو روزيشيا فالمينانس I can add corticosteroids to control the severe inflammation من غير أي مشاكل. دي مثلا شكل الروزيشيا فالمينانس، طبعا صعب انك تسيب حاجه زي كده لحد ما البيشنت تولد.
طيب غالبا قلنا الاريثروميسين اورال ده يعتبر الفيرست تشويس بالنسبه لنا لواحده عندها اكني اوريزيشيا ديورينج بريجننسي، وابعد خالص عن اي انتي بايوتيك تاني لانه اكشوالي از كونترا انديكيتد زي مثلا التتراسايكلين. لكن اتفقنا افضل ان احنا نبداهم بعد الفيرست تريمستر لان في بعض الريبورتس اور ذا ستاديز ريبورتد ذا كارديوفاسكولار ديفكتس تحصل في النيونيتس نتيجة استخدام الإريثروميسين should be avoided at least in the first trimester. يبقى زي ما قلنا أنا أقدر أستخدم حاجات topical بديلة للريتينويدز زي الأزليك أسيد ده safe ما فيش أي مشاكل خالص، البنزويل بيروكسيد also safe ودول topical. لو محتاج أستخدم حاجة أورال عندي من مجموعة الأنتيبيوتكس ما فيش مجموعة تانية هقدر أختار منها، وعندي من الإريثروميسين or azithromycin ممنوع أي كلاس تاني من الأنتيبيوتكس during pregnancy for acne. يعني second line ده بالنسبة لي غريب شوية، فأنا مش قادرة أتخيل أن أنا هدخل واحدة عندها acne تاخد ناروبان، لكن actually ده مكتوب في التكست. third line قلنا لو في exacerbation أقدر أكمباين كورتيكوستيرويدز مع الأورال أنتيبيوتكس في حالة الفولمينانت acne or rosacea. البترياسيس روزية في بيبرز كتير بتتكلم عن مشاكلها مع البريجنسي، وللأسف في كونتروفيرس عالي جدا، لكن في واقع الأمر في الكلينيكال براكتس ما شفناش أي مشكلة بتحصل من الروزية. الأرتيكاريا كتير جدا إن احنا نشوف patients pregnant with difficult to control or difficult to treat أرتيكاريا، لأن زي ما انتوا عارفين إن الأرتيكاريا mostly TH2 pathway، والTH2 pathway is very active during pregnancy، فتبقى من الحالات الرخمة جدا. لكن المهم انك تقدر تفرق هل هي ارتكاريا فعلا ولا ممكن تكون الويلز دي او الارتكيتد ليجنز دي جزء من other disease. لقيتنا عندنا في بعض ال other skin disorders can present with articulated lesions، من اشهرهم البينفيجويد. البينفيجويد جيستات يونس اللي هو بيحصل اثناء البريجنسي بيمر بستيجز، احيانا تبدا الاول بويلز او articulated lesions وبعد كده يظهر عليها البليسترز التنس بليسترز الكاركترستيك فور ذا بينفيجويد جيستات يونس. كمان في حاجة تانية زي البوليمورفيك إرابشن أوف بريجننسي، واحد من الأشكال الإرابشن اللي ممكن تحصل إنها تبقى articulated lesions. يعني عندي في الأرتكاريا لازم أحط في بالي إنها ممكن تكون مرحلة بداية لمرض تاني أو تكون فعلا جاست إن هي true articaria. ده المهم. طيب أنا هنا في الارتكاريا بشكل عام سواء واحدة pregnant or not pregnant، واحد واحدة مش فارق، main line or the first line هي الانتيهستامينز. طيب ايه الانتيهستامينز اللي اقدر اديها بامان during pregnancy؟ من السكند جينيريشن اقدر ادي حاجة زي اللوراتادين والسيترزين، لكن يفضل من السكند تريمستر. غالبا ببدا بالفيرست جينيريشن من اول تريمستر من غير مشاكل. لو سيفير وفيري ان كنترولد بيجي بعد الانتي هيستامينز دي سيستميك ستيرويدز. من الحاجات برضو اللي بتحصل اثناء البريجنسي ايرثيما نودوزم، ومن التريجرز بتاعت الاريثيما نودوزم هتلاقوا حاجات كتيره جدا، انفيكشنز ودراجز وبعض الاذر اسوشيتد ديسوردرز وفيسيولوجيك حاجه زي البريجننسي. الاريثيما نودوزم ما احناش قلقانين منها قوي الصراحه اذا كان الكوز بتاعها فعلا بس البريجننسي، سيمتوماتيك تريتمنت اور سبورتيف تريتمنت ويل بي enough. أنا هقف معاكم عند الجزء الخاص بالإيتشنج، ده هيبقى الجزء الرابع والجزء الأخير من الديرماتوزيس of pregnancy، ويمكن ده أهم جزء which is very specific، يعني مجموعة من الأمراض ما بتحصلش
في الجلد إلا إذا كانت البيشنت بتاعتي is pregnant. ومهم جدا how to evaluate itching in a case of pregnant female. ونلغي كده من دماغنا إن في حاجة كده normal اسمها حساسية حمل وواحدة بتهرش normally، ده مش موجود ومش حقيقي، ده لازم شيء ناخده seriously ونركز بالظبط في ليه بيحصل، لأن مش من الطبيعي إن واحدة حامل يكون عندها itching. هنعرف ليه المرة الجاية إن شاء الله.